يعني انا والله عادي هيك مكنكنه، بس قلت لازم اطلع بهذا الفيديو واوصل هيك معلومه، لانه والله مو زعلان، لانه عن جد تليفوناتي والله العظيم انهم ما هديوا من الصبح. كل عشيره من عشائر الاردن المحترم اللي رنوا علي، بقول لكم اني والله مو زعلانه. كل حدا برن علي زين انت تحكينا، بس فيني مزعلك زين، احنا يعني بس بنستنى هيك اي شيء منك. بني حسن، بني صخر، بنات السلط، والله انكم خوات رجال، انتوا على راسي. عشائر العبادي، الفايز، العدوان، كلكم على راسي من فوق. انتوا اولاد بلدي، وانتوا عزوتي، وانتوا سندي، اولاد بلدي، وانا بفتخر فيكم حبايب قلبي. ما بتصدقوا قديش تليفوناتكم والله العظيم وراس امي اللي قاعده جنبي انها، وعن جد عن جد يعني كلامكم مسني، وهذا اشي مش جديد علينا احنا، ولا جديد على الاردنيين، ولا جديد على العشائر، لانه انا بحس حالي بنتكم وبفتخر فيكم، وبعرف انه الي سند وظهر اكيد من بعد رب العالمين. وانا مو زعلانه، انا ما بزعل، اكيد ما بزعل على وحده بلدها اللي هي اكيد هاي مش بلدها، بس بلدها اللي هي فيها حكت على بلدها، وحكت على رئيس بلدها، وحكت على بنات بلدها، وحكت على شباب بلدها، ولما كانت ترجع من السفر من عند بلدها ما كانت تخلي ولد بقي. فإذا هي بلدها ما إلها خير، بيكون إلها خير ببلدي وبنات بلدي؟ فأكيد لا. فمشان هيك ما بزعل على حدا خان وطنه وحكى على وطنه، وخان أولاد وطنه وحكى على أولاد وطنه، فأكيد مش هتوقف إنها تيجي تحكي على بنت بلدكم او تخون، او انها تخون بنت بلدكم اللي هي انا. هي خانت وغدرت اكيد، بس برجع بقول انا خلص الموضوع عن جد بالنسبه لي سكرته، ما عاد يهمني، ولكن كان لازم اطلع بهاي السناب لحتى اوصل المسج لكل العشائر والمحبين والناس القدعه والرجال بيحكوا معي. انا بنتكم وانتم ما قصرتوا، وبدي اعتذر اذا نسيت كثير كمان اشخاص رنوا علي وبعثوا لي. بفتخر فيكم حبايب قلبي، ولكن نرجع نقول لي ما له خير ببلده اكيد ما حيكون له خير ببنت بلدكم هي انا. فما عليكم من الحرباي. انا اكيد يمكن امبارح لانه شفت ان انتم انقهرتوا علي، انا بعرف انتم انقهرتوا ونسم بدنكم علي، ولكن أنا بنت الأردن، وبنت الأردن ما به، وأكيد النشميات في شيء بهزهم. بس بدي أرجع كمان أشكر شكر الكبير للفزعة السلطية اللي عن جد يا حبايب قلبي، يعني أنا السلط من زمان أنا بعشقها وبحبها وزرتها، وكانت لي زيارة بتجنن يعني مع شباب وبنات السلط كلهم، ولكن اليوم كانت فزعة سلطية حلوة كتير من بنات وشباب السلط. على راسي كل أهل السلط، على راسي كل محافظات الأردن، على راسي كل عائلات الأردن، وكل شخص بعت لي محبتكم ما عم بقدر يعني أردها بكلمة والله العظيم. وراس ماما ميدو اللي قاعدة جنبي، ما في إشي يعني يخليني أرد هاي المحبة. بقول لكم موضوع أنا تسكر بالنسبة إلي، أنا حكيت قصتي، ما في داعي أظني أرجع أحكي أو أبرر أو أي شيء. قصتي انحكت من قلب، كان قصتي حكت من قلب محروق كانت، ووصلت لكل قلب فيكم. فبس حبيت أطلع أقول لكم إني وراس ماما ميدو إنه أنا منيحة، أموري كلها تمام، وسؤالكم عني شيء كتير بهمني وكتير مسني من جواتي، والله يخلي لي اياكم انتو اهلي وعزوتي، وبحبكم كتير، خلي لي اياكم. وميرنا حبيبتي شفت سنابك، ودي احكي لك انه اوعك يهزك الشخص اللي من طرف الحرباي
أي تهديد إجاك، لأنه إحنا في بلد النشامة وبلد الرجال، وهو لو رجل كان إجا واجه، بس هو عارف حاله إنه مكسور عينه، وعارف شو عندك وشو في عندي، وعارف شو الإثباتات الموجودة كلها. بس لأن إحنا بنات ومنعرف هاي الشغلات قديش حساسة، ما اتطرقنا لهاي المواضيع وحكينا فيها. فما عنده أكيد الجرأة إنه يواجه، وما عنده الجرأة إنه يشوف. هو ممكن أكيد عارف وسامع، بس ما عنده الجرأة يواجهنا ولا تنكسر عينه أكتر ما هي مكسورة. فما حدا بيقدر يهدد، فهذا أسلوب التهديد اللي دخلك فيه ولا تاخدي فيه، لأنه زي ما برجع بقولك إحنا في انتي في بلد النشامة، وزي ما برجع بقولك أكيد هي ما كان إلها خير في بلدها، فأكيد يعني مش عارفة هي شو موقعها هون، بعرفش أولاد بلدها كيف كانوا يصدقوا لما هي تنزل وتقولي واشتقت واشتقت وترجع على يعني كله واضح كان على الحكي اللي كانت تحكيه على بلدها. فما عليكي، وبدأ وجه رسالة للحرباي أنا، لأنه عملت لك بلوكات من كل إشي ولا أهلك ولا كل إشي. سيرة اسم زين كرزون رجاء لو سمحتي ما تجيبيه على لسانك، لأن اسم زين كرزون أنظف بكتير منك، وللأسف أنت أثبتتي على نفسك كل الوقائع بمجرد انك فتحتي وقعدتي تحكي. والوحش والحرباي اثبتوا على نفسكم الفضايح، واثبتوا على نفسكم كل اشي انحكى عليكم. لو انتوا اشخاص واثقين بنفسكم اكيد ما اتطرقتوا لاي موضوع ولا اهتميتوا لاي موضوع، بس اللي عراسه بطحة بحسس عليها. ورجاء لو سمحتوا سيرة زين كرزون انضف بكتير إنها تنجاب على سناتكم لو سمحتوا. وأنا بالنسبة لي برجع بقولكم تسكر الموضوع، فمشان هيك ما حدا عندي من المتابعين رجاء يرجع يفتح لي الموضوع، لأنه أنا بقولكم سكرته. ولكن أنا رجعت فتحت الساب لحتى أشكر، برجع بشكر كل العائلات المحترمة اللي رنت علي، وكل العشائر الأردنية رنت علي، لأنه هن أهل الفزعة أكيد. ولما شوفوا بنت بلدهم زعلانة أو حدا مزعلها لأني بنتهم بيرنوا علي وبقولوا لي بس قولينا مين زعلك. فحبايب قلبي خلي لي إياكم، بحبكم كتير. وميرنا يعني مش بس أنتي طلعتي اليوم حكيتي فيديوهات كتير، يعني كتير يعني. واحد منهم كمان جانو جندارك حبيبتي، اللي ممكن أنا كمان صار وصل كلام وهيك كتير شغلات. وكوكو حبيبة قلبي كوكو، أني كمان ما سمعت لك وصدقت، فأكيد ما كان الغلط منهم كلهم، وأنتي يا حرباي الوحيدة اللي كنتي صادقة. ف الحمد لله الله كشف لي، وبعتذر من كل شخص ما قدرت ما سمعته منيح، وصدقت من طيبة قلبي على كلمة بس أختي والبكا والدراما والقصص. خلصت الموضوع، بحبكم كتير، وبقعد مع ماما ميدو نسهر سهرة خميس ومالي خلق، وخميس ومالي خلق أزعل. وما تنسوا الساعة 10 ديانا عندها اليوم لقاءين، الساعة 10 لقاء على التلفزيون الأردني، والساعة 10 لقاء على قناة الحياة. وبذلك دندون إنه اليوم أنتي طالعة مثل القمر، الله يحميكي يا رب ويرزقك ويوفقك بحياتك يا الله يا حنونة أنتي، يا تقبري قلبي إن شاء الله. آمين. تقبريني ماما ميدو حبيبة قلبي، يقبرني إحساسها. أوعك بحياتك لأي بنت يوم من الأيام قام تخيبي إحساس أمك، إحساس الأم، إحساس الأم. والله إحساس الأم بعمرك بحياتك ما تكذبي،
لأي شاب وبنت بيتابعوني، بعمركم ما تخيبوا إحساس، بعمركم ما تخيبوا إحساس أم بحياتكم. لكل شاب وبنت بيتابعوني، إنه إحساس الأم هو بالفطرة، والأم ما عندها مصلحة مع أولادها، إحساس الأم هو 100% صحيح. بعمركم ما تكذبوا، بعمركم ما تشكوا 1% فيه. أنا شكيت 1% بإحساس ماما، طليت لآخر لحظة قلت ما بدي أظلم، ما بدي أظلم. لكل شيء والله نشاف بعيني ونسمع بإذني، شاف بعيني. فبس خلصنا الموضوع وخلصنا القصة وسكري على الموضوع، لأنه مش من مصلحتك. سكري على الموضوع، واسمي كتير أنظف منك، سكري. وعشان ما يزعلوا كل العرب اللي بيتابعوني من برا، بدي أشكر كل أهل الخليج اللي بعتوا لي من برا، السعودية، قطر، الكويت، البحرين، كل عمان، كلهم. وبدي أشكر العراق، وبدي أشكر كردستان، وبدي أشكر بنات الأكراد، وبدي أشكر كل كردي وكردية بعتوا لي، أهليات أمي. بدي أشكر أهل الشام، بلاد الشام، لبنان، كل المغتربين الأردنيين عايشين برا، كل حدا، عشان ما تزعلوني. كايرو، كلهم بشكركم قوي. ايه الجمال ده؟ ايه الطعامة دي؟ ايه الحلاوة دي؟ 5 مواة تقبروني. وكل بنات وشباب فلسطين كمان، كل كلمة بعتوا لي اياها دعمتوني فيها معنويا، هاي الوقفة اللي وقفتوا معاي فيها ما بنسى لكم اياها. عن جد كل شخص بعت لي لو بكلمة كان معاي معنويا فيها، هاي بقدرها منكم. والطبيعي اني الاقي هذا الاشي منكم، لانه انا شخص ممكن من 4 سنين كل العطاء بعطيه لكم، من قوة، من كل اشي، من باور، من كلام حلو ايجابي. فيمكن انتم لما شفتوني اليوم بال4 سنين هدول بحياتي، شفتوني شوي انهزيت، انا فيش اشي يعني بيهزني، كان حسيته عن جد من حرقة قلب قصتي كانت. وقفتوا كلكم معاي وبعتوا لي وحكيتوا لي كلام حلو، وفعلا أنا ما بقول إنه أنا رجل آلي أو أنا شخص آلي، ما بحس، ولكن كلامكم زاد وكلامكم أثر فيني كتير، ووقفتكم جنبي كانت وقفة بتجنن، من كلام ومن رفع معنويات ومن حب ومن حنان ومن كل إشي لقيته فيكم. أكفدات أهل الجنوب وأهل الكرك ومعان والمحافظات كلها، فديتكم. أكفدات أهل الجنوب.